هذه الآية تطرد الشياطين بشهادة الشياطين أنفسهم. أتعرفون ما الدليل؟ لما أبو هريرة كان قائما على الصدقة وجاءه الشيطان بشكل إنسان وبدأ يأخذ، فحصل بينهم حديث طويل خلاصته ما هي؟ أن أبا هريرة مسك الشيطان وقال لا أتركك، وهو لا يعلم أنه شيطان، حتى تعلمني. قال أعلمك بآية إذا قلتها لا يزال عليك من الله حافظ، ملك يحرسك الليل كله ولا يستطيع عليك أي شيطان على وجه الأرض. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية العظيمة عندما يحتويها قلبك فأنت على خير، فكررها دائما. دعونا نقف معها وقفات. هذه الآية حوت اسم الله الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر فيها وذكر في سورة طه وسورة آل عمران، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا هو الذي تكرر في هذه السورة الثلاث. واسم الله الأعظم هو الاسم الذي إذا سألت الله به أجابك الله، فاحفظه جيدا. هذه الآية فيها مزايا، أنك لو وقفت على أي كلمة فيها لها معنى كلها، يعني تأخذ كلمة واحدة لها معنى. الله له معنى ولا ما له معنى؟ الذي لا إله إلا هو لها معنى ولا لا؟ الحي لها معنى، القيوم لها معنى، لا تأخذه سنة ولا نوم لها معنى، له ما في السماوات لها معنى وما في الأرض لها معنى، يعني كل كلمة جملة مفيدة. وهذا لا يحدث إلا في سورة في آية الكرسي. هذه الآية من عظمتها، واحفظوا هذا الأمر واجتهدوا فيه يا إخوان، اسمعوه زين، احفظوه مني واجتهدوا أن تطبقوه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قرأها دبر كل صلاة، يعني من يقرأها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. يلا من يقدر يحافظ عليها بعد كل فريضة؟ كل ما صليت فرض تقرأ آية الكرسي العمر كله، لا تتركها، لعل الله تعالى أن يكتبك من أهل الجنة. الله هذا الاسم العلم الذي لا يطلق إلا على ربنا جل جلاله، الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو جل جلاله. كثيرة المعبودات في الأرض، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي، تدري إيش معنى الحي؟ الحي قبل كل حي، والحي بعد كل حي، والحي يوم لا حي إلا هو جل جلاله. كل شيء هالك إلا وجهه، كان قبل أن يكون هذا الكون وهو دائم حتى بعد أن ينتهي هذا الكون، فهو حي قيوم جل جلاله سبحانه. القيوم فسرها الله بعدها مباشرة، قال الذي لا تأخذه سنة، أي غفوة، ولا نوم، لا ينام، والله لا ينام، ولو نام لتبعثر هذا الكون. من يحفظ السماوات ومن يحفظ الأراضين ومن يحفظ هذا الكون إلا الله جل جلاله؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يا أخي عندما تؤمن بهذا الأمر أن كل ما تراه في السماوات من سماوات وكواكب ونجوم وإلى آخره لله، وكل ما في الأرض لله، إذن تطرق باب من؟ لا تطرق إلا باب الله. لا تجعل توكلك إلا عليه، لا ترمي حاجاتك إلا عنده، وهو قريب مع أنه غني عنك. يعني أنت الآن الواحد منا لو يملك قصر وكم سيارة وكم مليون، يعني قطعة من الأرض، لما رأى الناس شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ هذا يرى، هذا له ما في السماوات وما في الأرض، ملك عظيم، ومع ذلك يقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا اعتز بهذا الملك جل جلاله واقترب منه
واعلم أن أسهل من تتعامل معه هو الله سبحانه وتعالى. الناس الحين لو تجي تقول عطني ريال، بس ريال، راتبه 100,000، تقول عطني ريال بيعطيك اليوم ريال، تجي بكرة تقول عطني ريال يعطيك، ثالث يوم يعطيك على مضض، رابع يوم يقول لك يا أخي أشغلتنا يا أخي، وهي ريال. أما الله فإنك إذا لم تسأله يغضب عليك، يغضب كل ليلة يا أخواني، ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته، يسمع دعاء الداعي واستغفار المستغفر. أسهل من تتعامل معه هو هو جل جلاله. يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. يا أخي هل هو محتاجي ومحتاجك؟ ما هو محتاجنا، ومع ذلك يقترب منا جل جلاله ولا يقنطنا أبدا من رحمته. فما أعظمه جل جلاله، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يوم القيامة ايش معنى الكلمة هذه؟ والله ما ينفعك إلا الله، لا صديق مقرب ولا صديق بعيد ولا جاه ولا سلطان ولا ماهر ولا شيء، ما في يوم القيامة أحد يشفع لك إلا الله جل جلاله، هو اللي ينفعك أو يضرك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إخواني عندما نتأمل هذه الآية، وهو قول الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه إيش؟ يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يا أخي هذا الأمر لازم يحرك قلبك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والله ما لفظت من قول إلا وملك يسجل، وما رأيت من شيء إلا وملك يسجله. نسأل الله أن يسترنا بستره. كم نخطي في الخفاء، كم في حق الله ولا يفضحنا. والله لو أن الذنوب لها روائح والله أننا في مصيبة، لكنه يستر ويرحم ويغفر، وبس تتوب يقلب سيئاتك إلى حسنات. ما أعظم الله، له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا تحيط بشيء من علم الله. شوف يا أخوان هذه كلمة عظيمة، الله عز وجل هو العالم بكل شيء وهو الحكيم في تدبيره. والله ما ينزل في هذا الكون من خير إلا بفضل الله، ولا ينزل بلاء إلا بعدل الله. فأنت أيها المؤمن تتقلب ما بين عدل الله وفضل الله، كل من الله. وإذا أردت أن تعرف عظمة علم الله وإدراك وإحاطته بكل شيء، انظر إلى خلقنا مثلا حنا الإنسان، كم يخلق كل يوم على الأرض، كم يخلق من إنسان؟ هل سمعتم يوما أن مولودا ولد وأنفه في ظهره مثلا، أو عيناه في قدمه؟ كل هؤلاء من اللي دبرهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يحاط بعلم الله، الله عز وجل علم فأتقن كل شيء. علشان كذا شوف مثلا في سورة الحج ماذا يقول الله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كانكم شاكين إن في يوم قيامة وفي بعث ونشور، فإنا خلقناكم من تراب. ترى أبونا آدم هذا الإنسان اللي فيه الشعيرات الدموية والأوردة والأنسجة والقلب والرئتين والكليتين وما فيها من أسرار، تراه من قبضة من تراب نفخ الله فيها بروحه فكون هذا الإنسان. هذا تدبير الله، هذا علم الله، هذا خلق الله. خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ترى أنا وياك من شأنا وش فالا أكرمكم الله. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في يده
ثم حركها وقال: يا ابن آدم، يقول الله: يا ابن آدم خلقتك من مثل هذا، وتتكبر عليك. هذا حندا لا شيء. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نتعلق في الرحم. ترى كنت طلعت من ظهر أبوك ومعك يمكن حول 1,000,000 واحد، وانت صرت أطيبهم، تعديتهم كلهم فتعلقت في الرحم، والبقين ماتوا كلهم راح. وهذا من رحمة الله. وش رأيك لو كلهم حيين؟ مش ذا البطل اللي بيشيلهم، لكن هذا تدبير الله عز وجل. تطلع لحالك انت، احيانا يطلع معك واحد ثاني، ثلاثة، ستة، اذا كثرت اكثر من كذا ما يمكن. ثم من علقة ثم من مضغة، صرت الحمى لحمة مضغة اللي توكلها، والمضغة هذه مخلقة وغير مخلقة. يبدأ يتخلق الإنسان، تطلع لك عيون، يطلع لك ظهر، ويطلع لك رجلين، ويطلع لك يدين، تبدأ تنبت سبحان الله العظيم في هذا الوطن. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. الآن ذكر الأرحام ثم ذكر خلق الأرحام ثم ذكر خلق الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، تبدأ تضطرب، وربت، أنبتت من كل زوج بهيج. ليه كل هذا يا رب؟ قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. كلام يهز الجبال. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن كرسي الرحمن، يقول: أن السماوات السبع هذه والأراضين السبع، شفت السماوات السبع ذي والأراضين السبع اللي الآن البشر ما أحصوها ولا عدوها ولا أحاطوا فيها، إذا وضعت بجوار الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل جلاله، فكأنما رميت 7 دراهم 7 قروش في صحن كبير ترس. هذا حجم السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة في صحراء. لا إله إلا الله. وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب يوم وسع كرسيه السماوات والأرض، هل تعب أو عجز عن حفظها؟ قال: ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي، العلي على خلقه، العظيم في ملكه جل جلاله. كذا تحس بلذة الآية، لذة القرآن لما تتأمل في هذه الآية. فلذلك أعمر قلبك بهذه الآية واحفظها وكررها قبل ما تنام، قلها: يحفظك الله الليلة كله. وبعد كل صلاة كررها حتى لا يكون بينك وبين الجنة إلا الموت. وكرر هذه الآية وسمعها، حفظها زوجتك، أمك، أبوك، إخوانك، أولادك. لماذا؟ لأن هذه الآية إذا تمكنت من القلب عمر القلب. وهذا هو النور الذي قاله الله عز وجل في آية النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا هو الوحي، يمثل الله قلبك باللمبة. هذا النور كلما قوي الكهرب كلما قوي النور، كلما خفت الكهرب كلما قل النور. كذلك الوحي كلما كثر في قلبك زاد نور الإيمان في قلبك، وأصبحت كلك نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. لازم نتأمل هذه الآيات ونحفظها، لأن هذه تفيدنا في حياتنا وآخرتنا. أسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحفظون كتابه ويتدبرون معانيه، وأن يكون هذا القرآن عونا على ما يرضيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.